يعني تصرع في كل حاجة، في تصديق الأخبار وإن كانت شائعات، فما تيحاولوش أنهم يعني يتأكدوا أولا من الخبر عادي ينشروه، عندهم المهم هما أنهم يكونوا السباقين في نشر الأخبار، يعني تيحاولوا يتنافسوا بعضياتهم كاع أصحاب الأنباء يعني وأصحاب القنوات، كيحاولوا أنهم يتسرعوا به يعني باش يوصلوا الخبر المتتبعين ديالهم، وهكا باش يربحوا نسبة المشاهدة. يعني أنا ما عندهم حتى شي غرض في أنك تعرف الحقيقة أو ما تعرفهاش، أنا هما ما عندهم غرض داكشي، عندهم غرض أن القناة ديالهم أو الصفحات ديالهم تكون الصدى الأول، ويعني تير انتباه المتتبعين باش يربحوا المشاركين، وهذا تي طبعا تي طعام القناة ديالهم. إذا كما قلت السرعة في كل حاجة يعني، ولكن في نفس الوقت كان عندنا السرعة حتى في النسيان، كنساو دغيا الاحداث والمواقع، واخا تكون الكوارث كثيره تنعطيوها كاع، لا عطيناها نعطيوها 24 ساعه كاع، وبعد ياري ولا مشات خرجت شي خبر في هذيك 24 ساعه، الى خرج خبر اخر تنمحيو هذاك الخبر، ما تبقى عنده مكان ديالو، وكنطرقوا المواضيع اللي تابعها حنا غاديين هكا. اذا ما حنا ما ثابتينش في يعني في واحد الفكرة، أنا نتسناو حتى نتأكدوا من صحة الخبر، و يعني هنا ما الناس كتسرع، كل شيء سريع، كل شيء بسرعة، كل شيء تيبغوا يقضوه أي حاجة، حتى في الربح ديال الأموال تيبغوا يربحوا بسرعة وبكيفية سهلة، وما يهمش الطريقه اللي كيستعمل، ولو كانت كنت كتضر فئات من البشر، هو عنده الغرض انه يفوز بالنصيب ديالو باي ثمن، وهذا هو الخايب في الحياه. الانسان خصو راعي السرعه خايبه، الله كميات تخميمه وتخميمه ولا ضربه مقص، ثاني فكر مزيان بشويه عليه وتاكد من صحه الخبر، وديك الساعة أراح حالك. يعني كلها طبيعة، يعني هنا ما كاين حتى شي حاجة اللي غديرونجيك، من لا تلوث ديال السيارات ولا الشركات ولا المصانع ولا حتى شي حاجة، هو الطلق يعني نقي 100%، وتمع طبعا كاينين هناك حيوانات وطيور، احنا دابا في وسط غير غابة كنسمعوا غير الاصوات ديال الطيور مختلفة، كل طير كيتغنى بغناه. هذا مكان، هذه عائلة غادا فهي دايرة جولة عبر الدراجة، يعني خص يكون مثلا، يعني هادي دابا حنا في نهاية الأسبوع يوم الأحد، تيكون يعني إنسان متفرغ من العمل ديالو اللي خدام، تكون يعني مرتاح، ولكن هاد النهار هدا تيخصصو لواحد حاجة مهمة هنا، فاش يعطي الوقت للحياة ديالو الخاصة، أنه يهتم بصحتو، ينسى عليه داك الروتين ديال الدار وديال العمل، لما تيخرج ما تيبقاش يفكر كاع لا في العمل ديالو ولا في المسائل اللي كتعلق بالبيت ديالو، يخرج هنا باش يتفسح، باش يشم الهواء نقي، وباش يفكر في الاحداث اللي وقعت خلال الاسبوع كلها، باش يراجع شويه النفس ديالو والحياه ديالو، باش ان كان شي اخطاء ارتكبها هنا يمكن له يقدر
يتساءل مع نفسه ويتجاوب مع نفسه ويحاول يصلح ما امكن من المشاكل اللي كتوقع في الحياه. يعني تجنبها. الانسان اللي كيبدا يطيح في نفس الخطا 10000 مره هذيك ماشي انسان. كما تيقول المثل الديب ما كدوز عليه غير مره واحده. المره الاولى يمكن يطيح فيها انسان، يمكن يغلط، يمكن يخطا، يمكن يرتكب اخطاء كثيره، ولكن المره الجايه المره الثانيه الثالثه عفى الله، عفى الله عما سلف. هذا هو المهم، اننا ما نحاولوش نعاودوا اخطاء، يعني كاع البلاصه اللي دزنا منها ويعني تسببت لنا في شي مشكله او شي خيبه، انا كنحاولوا نتجنبوها، يعني نحاولوا ما نعاودش ندوزو من نفس الطريق، ما خصناش نعطرو في نفس الحجره. كدوز واحد الطريق وكاين واحد الحجره كتعثر فيها وكتعرفها بانها كضر، قلنا ما نعاودش ندوز منها، غنكون واخد معلومات عليها والاحتياط. حنا دابا دخلنا في طريقه اخرى ديال حد بيستو هي بالقدرون، لان تيبان لي حنا بحال داخلين دابا لشي حديقه عموميه في على صفه غابه كبيره، الناس كيجيو هنا يدربوا وكيمارسوا الرياضه ديالهم الخاصه. اذا حنا غادي نشوفوا شنو غادي هنا. كاين المعلومات ديال البلاصه اللي غتمشي لها باش تعرف راسك فين غادي. اذا حنا بما اننا حنا باقي جداد في هذا الشيء غادي نبدا غير نطلقوا الكاميرا على الله وصحي. هذا طرف من الواد اللي جاي من هنا، هنا هو كيتفرق وغادي هنا غادي نخرجوا للطريق، الطريق ديال السيارات، ولكن غير طريق ثانوية ماشي طريق يعني كبيرة تيدوز منها السيارات قليلين. هذه باش نتبعوه، باش نتبعو الواد مع الهدف ديالنا. باقي ما وصلنالوش، ولكن ايه قبل ما نوصلو له كتفاجئك شي امور، يعني شي بلايص يعني يستحق الانسان يشوفها ويوقف فيها ويشوف يعني يتأملها. اذا احنا غاديين احنا نشوفوا هذا البلاصه اللي احنا نقلبوا عليها. احنا مازال غاديين في الطريق، صار الامور غامضه كما توضحت لي الطريق. خصني نزيد مازال نتمشى، تسول شي ناس عطاوني شي معلومات، لكن خصني نضرب دوره كبيره نحاول كيفاش نصلحو خطا. دابا غادي نحاولو نقطعو واحد القنطره اللي كدوز من فوق الواد ديال الريبوي، نشوفو راسي طريق اخرى غادي نتبعو. يعني هذه كلها طرقات على المشي. لان في البلان ديال ملي كتقلب عليه في الخريطه ديال جوجل ماشي بحال اللي كتمشى فيه كتخرج له الواقع، تتغير شويه ديال الصوره، تبان لك شي اماكن غريبه لان يعني اول مره كتجي تشوفها. هذا هنا كاين غير الشركات يعني الناس خارجه كدير الباربكوات، ديال البلاصه ديال الباربكوات الناس كتجي
واللحام يعني الشيء اللي كاين. الواد ريبوي مزال طويل لان يعني المسافة ديالو بعيدة، تيجي من واحد الجبال، مازال المسافة طويلة جدا. يعني هنا تبقى تمشي ليل ونهار وما تساليش. ها هو الواد المصب ديالو، ها الطريق غنشوفو، نحاولو كيفاش نخترقو هادشي كلو باش نوصلو للمكان اللي حنا قاصدين، ولكن ضروري من المشي. هاد البلايص ما تيدخلو لهاش الطوموبيلات بزاف. وادري بوي